قال له شو جابرك على المر؟ قال له يلي أمر منه. ترك شده أيضا تسوزوار أما باشكا بشكل ده. أجي أجيو كسر. أجي أجيو كسر. يعني لا يقوى على المر إلا الأمر منه. يعني إلا اللي هو أمر منه. أجي أجيو كسر. أجي أجيو كسر. يعني المر بقص أو بيقوى على المر اللي هو مثله أو اللي أمر منه. أصدقائي ومتابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الأمثال باللغتين العربية والتركية. في حلقة اليوم سوف نتناول مجموعة جديدة من الأمثال. Bugünkü bölümümüzde başka bir atasözleri anlatacağım ve Arapçaya hem Arapça hem Türkçe olacaklar. Hazır mısınız? Bence hazırsınız her zamanki gibi. Evet arkadaşlar, birinci atasözümüz meselenel evvel halketil yom kan suya dönüşmez. Yani el dem mabsirmay. Kan suya dönüşmez. El dem mabsirmay. Valla sar zibhali. Bu basmay. Neyse. خلونا نكمل مع بعض بمثل جديد ومجموعة جديدة من الأمثال. مثلنا الثاني بحلقة اليوم بيقول جسورجا دافرانشلار برزنا احتياج دويماس. جسورجا دافرانشلار برزنا احتياج دويماس. يعني أعمال الشجاعة لا تحتاج إلى بوق. أعمال الشجاعة لا تحتاج إلى بوق، يعني ما في داعي نعيط والنادي لحتى يجي حدا ويشتغل عمل شجاعة. عمل شجاعة بتصير هيك بشكل تطوعي. جسورجا دافرانشلار بورازانا احتياج دويماس. يعني ما في داعي نضل نقول والنادي يا شباب اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة. خلص انتوا اذا مهتمين بالقناة ومهتمين بالشيء اللي نحن عم نقدمه اكيد رح تشتركوا ورح تدعوا اصدقائكم للاشتراك. بس اذا انتم مو مهتمين تشتركوا، اذا منضل عم ناديلكم تشتركوا بالقناه، من هون لمليون سنه ما حدا رح يلبي ولا حدا رح يشترك، لانه موضوع الاشتراك بهالقناه هو موضوع اختياري، موضوع بيتعلق بحبك وحاجتك للعلم ورغبتك بالمحتوى اللي نحن عم نقدم لك اياه، تمام؟ كيريك يوك. جسورجا دافرانشلار برزنا احتياج دويماس. جسورجا دافرانشلار برزنا احتياج دويماس. في مثل عربي بيقول طعم تم تستحي العين. أز يير يوز وطنر. أز يير تم بياكل، يوز الوجه وطنر يستحي، يعني طعم تم تستحي العين أو جوز وطنر، كما فينا نقول جوز أو يوز. في مثل حلو بيقول في الحركة بركة. نيردة هاركت أوردا بركات. نيردة هاركت أوردا بركات. يعني وين في حركة في بركة. في مثل حلو كتير باللغة التركية بيقول أجي كورت إنساني درت يير. أجي كورت إنساني درت يير. يعني ال ال الهم بيقتل صاحبه. هاي ترجمة الهم، ترجمة الهم، ترجمة المثل باللغة العربية. أجي كورت إنساني درت يار. يار يعني بياكله، يعني الدرت بياكل صاحبه، الهم بياكل صاحبه. في مثل كمان او مثل نصيحة او شيء اشتيين سيو كيرلتمة. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه انت في بير عم تشرب منه لا توسخه. يعني انت اذا رحت على مكان والناس تقبلوك وحبوك وقالوا لك وش قال دينيس، لا توسخ عشان ما توسخ عليك وعلى غيرك، تمام؟ اشتيين سيو كيرلاتمة. المي اللي عم تشرب منه لا توسخه. البير اللي عم تشرب منه مي لا توسخه. المكان اللي احتضنك لا توسخه، تمام؟ اشتيين سيو كيرلاتمة. اشتيين سيو كيرلاتمة. في عنا باللغة العربية مثل بيقول لا تتعلق بالظل وتترك الأصل. يا ترى في مثله باللغة التركية؟ طبعا في مثله باللغة التركية، بيقول gölgeyi tutmaya çalışma aslını kaybedersin. Gölgeyi tutmaya çalışma. Gölgeyi tutmaya çalışma aslını kaybedersin.
بتضيع الأصل. يعني إذا جيت تتعلق بالظل رح تضيع الأصل. جولجي تطمايا تشالشما أصلını kaybedersin. Gölgeyi tutmayı çalışma, aslını kaybedersin. في مثل بموضوع اختيار الزوجة، شو بيقول هذا المثل؟ إنه أنت لازم تختار زوجتك بأدنيك مو بعينيك. يعني شلون؟ يعني kızı alan göz ile bakmasın, kulak ile işitsin. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي بدك تعرف عنه اخباره، يعني بدك يعني مو شرط تاخذها لجماله فقط، تاخذها لسمعته، تاخذها لوضعه بالمجتمع، تمام، قيمته بالمجتمع مو بس لجماله. اذا kızı alan göz ile bakmasın kulak ile işitsin. Kulak ile alsın او kulak ile işitsin، يعني اختار زوجتك بأذنيك لا بعينك. نجوى كرم بتغني غنية حلوة كتير بتقول الجار قبل الدار. نفس الشيء بالنسبة للأمثال، قال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. Evden önce komşu yoldan önce arkadaş seç. Evden önce komşu قبل البيت اختار الجار، yoldan önce arkadaş seç. يعني اختار صديقك قبل الطريق واختار جارك قبل ما تختار دارك. هيك arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalın. ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم الفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات القديمة. Görüşürüz. Atasözleri konuşmanın süsüdür. الأمثال زينة الكلام. Atasözleri nesillerin birikimidir. الأمثال حكمة الأجيال. أتسوزلري تجربنين أرندر. الأمثال ولائل الاختبار. Hiçbir şey atasözü kadar yaygın değildir. لا يوجد شيء أسير من المثل. Yaygın atasözleri söze tat katar. أمثال العوام ملح الكلام. Atasözü asla yalan söylemez. Leysa li meselin en yekzibe ebeden.